نحن اليوم ومن قاعة مجلس اللوردات كان لدينا جلسة عن الوضع الحقوقي في البحرين. تمكنا من إجلاء بعض الصور التي تصل برسالتنا ولما يحدث لنا ولإخواننا في البحرين. الملاحظ أن بعض ما عرضناه كان صادما للحضور، حيث كانت القاعة تغص بالحضور ممن هم يساندون قضية البحرين، إلا أنهم في النهاية حصلوا على فكرة واضحة لما يحدث في البلد. فنحن نتكلم من واقع عملي وبالدليل القاطع. نتمنى أن يستمر دعم هؤلاء الأصدقاء لنا في الخارج حتى نتمكن من تحقيق الديمقراطية في بلدنا الحبيب.